بدأ أهالي مدن وقرى محافظة شمال سيناء في العودة إلى منازلهم بعد انتهاء القوات المسلحة من تطهير جميع المدن بنطاق المحافظة والقضاء على الجماعات الإرهابية التي كانت تشكل تهديدا على أمن مصر القومية. وأعرب أهالي شمال سيناء عن سعادتهم البالغة وامتنانهم للقوات المسلحة على المساهمة في عودتهم إلى ديارهم بعد تطهيرها من الإرهاب. سيناء وبينا سيناء عايشة فينا شايلنا بجهود وتضحيات رجال القوات المسلحة عادت الحياة إلى طبيعتها بمدن وقرى محافظة شمال سيناء بعد أن قامت القوات المسلحة بالقضاء على الجماعات الإرهابية التي كانت تشكل تهديداً كبيراً على أمن مصر القومي. الأسواق التجارية بمدن وقرى محافظة شمال سيناء تفتح أبوابها على مصراعيها لتوفير جميع السلع الأساسية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع. مشروعات تنموية عديدة ومدن سكنية جديدة تنفذ إلى جانب عمليات مكافحة الإرهاب لخدمة أهالي سيناء وتطوير كافة المرافق الحيوية بالمحافظة. المواقف التاريخية لمجاهدي سيناء لا تزال تكتب في سجلات التاريخ بوقوفهم بجوار قواتهم المسلحة في القضاء على الإرهاب البغيض واقتلاع جذوره من أرض سيناء الحبيبة. وأعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة وامتنانهم للقوات المسلحة على المساهمة في عودتهم إلى ديارهم بعد تطهيرها من دنس الإرهاب. يعني بصراحة يعني الواحد ما يقدرش يتخيل إنه كان هيحصل كده. نظام مدارس، مباني، جوامع، حضانات، جميع الإنشاءات الموجودة خيال فعلا يعني. ما كناش نتوقع إن المشروع ده يتعمل هنا في سيناء أو في العريش عامة. ودلوقتي تطور العريش زاد. وبقى أحسن والله. المنطقة اللي بنخشها بنمسحها، ما فيش بيفضل فيها أحد. ده بسعادة القوات المسلحة، ما خليت حتى في المناطق دي المحررة دلوقتي بالعربيات بخش بها بالليل بالنهار، ولا سلاح ولا شيء، بقسم بالله. مدينة سكنية ملحق بها مناطق صناعية وتجارية وتعليمية، فهي يعني نوال لإعمار المنطقة إن شاء الله من جديد وعودة الحياة طبيعتها بإذن الله في سيناء، وده اللي بننشده وبنأمله بإذن الله تباعا يعني إن شاء الله في القريب العاجل. القوات المسلحة لها دور كبير في مكافحة الإرهاب في سيناء وفي مصر كلها. والله القوات المسلحة متواجدة وربنا فوق الكل موجود، إحنا في أمان إن شاء الله. الحمد لله بفضل الله وبفضل الجيش طبعا. تمام، الوضع اختلف جدا جدا، بقينا نمشي مطمنين، ما فيش الخوف ده نسيناه اصلا الحمد لله. يعني يحيى الجيش ويحيى الشعب. المشروعات بقى في تنميه اكثر، تنميه سيناء في مشروعات كتير شغلت الشباب، فتحت فرص عمل للشباب، فحاجه جميله جدا جدا. الحمد لله الوضع مستقر 100% تمام 100%. 25 يوم واحنا في الارض هنا باسرتنا زي ما انت شايف، أمن وأمان، ما فيش أي تكفير هنا. مدفول 14 يعني كل مطالبنا مجاب لينا. وضع ممتاز 100% الحمد لله، أمان وفوق البعض الحمد لله. طبعا مساعدة القوات المسلحة يعني أحسن من أيام 2010 كمان. أكيد كلنا مبسوطين والله، ومش مصدقين يعني إن إحنا رجعنا. حاسس دلوقتي بالأمان، الأمان بأكثر حاجة الأمان يعني. أخاف إزاي وأنا جنب إخواتنا جيشنا العظيم هو اللي حمينا يعني وحرسنا.